بعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، خلونا نتابع مع حضراتكم الأخبار اللي هتحصل النهاردة وكمان الماتشات المهمة اللي هتتلعب في الدوري المصري والدوريات العالمية. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، جميع البنوك العاملة في مصر هتبدأ أجازة لمدة أسبوع بمناسبة عيد الفطر المبارك. شركة سينرجي هتطرح النهاردة فيلم واحد تاني في دور العرض السينمائي، وهو من بطولة النجم أحمد حلمي وروبي ونسرين إمام وأحمد مالك ومن إخراج محمد شاكر خضير. وينافس الفيلم ضمن عدد من الأفلام السينمائية الجديدة اللي هتعرض خلال موسم عيد الفطر، منها فيلم زومبي لعلي ربيع وفيلم أشباح أوروبا لهيفاء وهبي وفيلم العنكبوت للنجم أحمد السقا. وهيحتفل أبطال فيلم زومبي بإقامة عرض خاص للفيلم النهاردة بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر. لعشاق الدوري المصري موعدهم النهارده مع مباريات مهمه في اطار الجوله 17 من عمر المسابقه. هيلتقي المصري مع المقاولين العرب والجونه مع بيراميدز والزمالك مع ايسترن كومباني. المباريات الثلاثه هتكون الساعه 9:30 بالليل. النهارده في الدوري الانجليزي في مباريات قويه في اطار الجوله 35 من عمر المسابقه. هيلتقي توتنهام مع ليستر سيتي وايفرتون مع تشيلسي الساعه 3 العصر وويست هام مع ارسنال الساعه 5:30 بالليل. وعشاق الدوري الأسباني موعدهم النهاردة مع أربع مباريات. ألتشيا هيلتقي مع أوساسونا الساعة 2 الظهر، وغرناطة مع سيلتا فيجو الساعة 4:15 العصر، ورايو فاليكانوا مع ريال سوسيداد الساعة 6:30، وبرشلونة ومايوركا الساعة 9 بالليل.